السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة طبخ صحي العربي. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم سنقدم سلطة الملفوف. ندوزو مباشرة للمكونات والطريقة على بركة الله. أول شيء غنحتاجه هو ملفوف، والمهم يكون طازج طازج طازج، يعني بمعنى طازج. كل ما كان مقرمش كل ما كتكون السلطة أحسن. بالنسبة للملفوف ضروري أننا نقطعوه رقيق جدا، سواء بالسكين أو بمحضرة الطعام. محضرة الطعام كتعطيه حجم متساوي وأرق من هذا اللي كتشاهدو، فالمهم أنه يكون مقطع رقيق، لأن إذا كانوا القطع خشنة أو كبيرة الحجم فكتكون مزعجة. بالنسبة للصلصة المرافقة فاستعملت هنا جبن بلدي طبيعي محضر في البيت. استعملت 3 ملاعق من الجبن، وممكن كذلك تستعملوا الصلصة اللي اسمها الأخت نعيمة من قناة ريجيم وتغيير العادات. بالنسبة للمنسمات فهنا استعملت كرفس، عودين من الكرفس، وكذلك ملعقة من العسل، عسل النحل، عسل طبيعي. ولمعادلة الحلاوة غنستعملو نصف حامضة ليمونة، عصير حامض. العسل مضيفو 2 ملعقتين، طعم الحلاوة يكون باين، وملعقة كبيرة من زيت الزيتون. إذا كان الوجبة غادي تحضر للناس متبعين حمية لإنقاص الوزن، فممكن أنكم يا إما تستغنوا عن زيت الزيتون أو تضيفوا 2 ملعقة صغيرة. وغنحتاجو كذلك كمية من الماء، غنبقاو نضيفوها بالتدريج حسب القوام اللي غادي نحصلو عليه، وكنطحنوها او كنقوم بالخلط ديالها بمحضرة طعام يدوية. وكنطحنوها جيدا لان الجبن كيكون فيه بعض الاحيان بعض الكتل، فكل ما تطحن كل ما كيعطينا قوام كريمي لذيذ جدا. الكرفس ممكن انكم تضيفوا كيف قلت لكم من 2 إلى 5 أعواد كرفس على حسب النكهة إذا حبيتوا أنها تكون أقوى. وممكن كذلك تضيفوا لها توابل سواء فلفل حار مجفف والملح. وغالب الأحيان مثل هذه السلطات لا أضيف لها الكثير من التوابل لتبقى خفيفة أكثر، وكنستطعم كذلك الطعم ديال الخضر. ملفوف لان الموسم ديالو هو الشتاء، فدائما كتكون الطعم ديالو احسن وكيكون حلو المذاق. كيف كتشاهدوا هذا هي الصلصة، كتبان لكم اخذت قوام المايونيز. الى حبيتوا تضيفوا مايونيز منزلي ممكن كذلك، خاصة اذا كان محضر ببيض بلدي وزيت زيتون، ولكن يفضل انها تكون اخف. ممكن تخففوها يعني صلصة المايونيز وتضيفوا تاخذوا منها غير 1 ملعقة فقط، وتضيفوا لها نفس المقادير اللي ضفتها حاليا باش كتعطيكم هذاك القوام الكريمي فقط. هذه فقط اختيارية. ثانية هي زبيب، انا استعملت كمشة يد ما تعادل او ما يعادل 30 غرام زبيب. دائما في اقتناء الزبيب شريوه اللون ديالو يكون غامق، ولو ان العنب كيكون لونه فاتح بعد التجفيف يصير لونه اغمق، اما اللي لونه فاتح فكيكون تعرض لمواد كيماويه مسرطنه كتحافظ على لونه الابيض، وكذلك كيجف بسرعه. وضفت كذلك اضافه اخرى هي الجوز، ما يعادل 3 حبات جوز او قرقيع، كتعطي قرمشه جميله، وكذلك كتجي لذيذه مع هذه السلطه، وكتعطي كذلك عنصر مفاجاه عند المطبخ. هذه السلطه ممكن انكم توجدوها في الصباح وتحضروا وتقدموها عند وقت الغداء. هي وجبه كامله للناس اللي متبعينكم قلت لكم الحميه لانقاص الوزن، لان فيها الياف، فيها نشويات، فيها بروتينات، فيها مجموعة من العناصر الغذائية، وكذلك مشبعة وكذلك سهلة، يعني ممكن تحضروها في الحين وتناولوها مباشرة بعد
من السلطات السهلة جدا، كيكفي انه فقط تكون عندكم مكونات وتحضروها. هنا انا حضرتها وغنخليها النكهات مع بعض ونقدمها على هذا الشكل. اتمنى انها تعجبكم، سهلة بسيطة ولذيذة جدا، لذيذة ومختلفة كذلك عن باقي السلطات. ممكن كذلك تقدموها بالصلصة اللي سبق وقدمتها الأخت ناعمة في قناة الرجيم وتغيير العادات. ونتلاقاو إن شاء الله الرحمن الرحيم في وصفة جديدة دائما صحية. وإلى ذلكم الحين، أمان الله وحفظه، ودمتم سالمين.